السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. كلامنا النهاردة إن شاء الله عن ألوان البلاستيك. ألوان البلاستيك من أرخص الألوان اللي ممكن حضرتك تستخدمها. مش بس هي ألوان رخيصة، لا، هي ألوان كمان نتائجها مذهلة. النهاردة عايز أكلم حضراتكم عن كذا استخدام لألوان البلاستيك. أولاً، ألوان البلاستيك مشهورة في مصر باسم ألوان القورة، وبتتباع في صورة برطمانات صغيرة بتكفي معاك كتير. اسمح لي اقول لحضرتك كذا معلومه عن الوان البلاستيك. تعرف حضرتك ان الوان البلاستيك المعروفه بالوان القوره لما بتتخلط مع الورنيش المائي او محلول الاكريليك بتتحول لالوان اكريليك، ومش هتكلفك كتير، وكمان نتيجتها ممتازه. وممكن حضراتكم تشوفوا الفيديو بعد الحلقه طريقه صنع الوان الاكريليك باستخدام البلاستيك او الوان البلاستيك. معلومه ثانيه والمهمه جدا، الوان القوره او الوان البلاستيك لو حطيت عليها شويه ورنيش مائي صغيرين وشويه غير ابيض صغيرين برضو، وممكن بودره تلج او حتى شويه زنك صغيرين، وقلبهم حضرتك مع بعض كويس واشتغل بيها على الحوائط، تأثير ممتاز جدا جدا. من الألوان الرخيصة جدا وموجودة في كل محلات الحديد والبويات، وأهم حاجة إن هي مش مكلفة. في آخر حلقتنا أتمنى المعلومة تكون كانت مفيدة لحضراتكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم.